السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة دوبلكس بسعر لقطة وموقع مميز على بعد خطوات من البحر وفندق دار الدفاع الجوي والخدمات العامة داخل القرية. عندي هنا التراس، بلكونة كبيرة موجود فيها السلم الداخلي اللي بيطلعنا للروف، وقصادنا هنا موجود عندي شارع عرضه 12 متر، على نهاية الشارع ده موجود عندنا البحر. قصادنا هنا على طول موجود عند ريسبشن كبير ما شاء الله، مربع متقسم عند تقسيم قطعتين، والتشطيب هادي جدا، تشطيب كلاسيك. وقصادنا هنا على طول موجود عندي مطبخ أمريكاني، المطبخ عندنا هنا من الداخل. وقصادنا هنا موجودة عندي طرق التوزيع، بتدخلنا على غرف النوم والحمام. على يمين هنا موجودة عندي أول غرفة نوم، تشطيب هادي جدا. جنب منها وشرطة موجودة عندي هنا الغرفة التانية، وبعد منها موجود عندنا هنا الحمام. نطلع مع بعض عن طريق السلم الداخلي بيطلعنا للروف. ما شاء الله عندي هنا المساحة نفس المساحة الشقة تحت، والفيو عندي ممتاز وجميل جدا. وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة دوبلكس في موقع مميز جدا على بعد خطوات من البحر وفندق دار الدفاع الجوي والخدمات العامة داخل القرية. عرضنا في الطابق السادس بالروف، موجود عند اسانسير وحارس خاص للعقار، ومسجل في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكاميرا لعدادات كهرباء مميزة. احنا عارفين بنستلم اخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للدوبلكس 200 متر، عبارة عن 100 متر لكل طابق. السعر 290 ألف جنيه كاش. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.